Девственна по секторите. Девственна по секторите. خاصة وين احنا نتحدث عن القانون ديال الجو تيمشي شي حاجة صحيح اللي كيتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية واش البيروقراطية واحد اللي كضربوا على الطرق اللي تقبل في المكان ولكن ماشي غير السوسيال فين لقى فين الكرب فوقاش نوصل فوق هذا يعتبر من المبادئ الأساسية التي أعتبرها جد مهمة في تقريب الإدارة من المواطنين في كان الحال والوقت باش علينا لاننا نشوف واحد الوقت غير باش ناخذ معلومه من الطرف الشي بعيد كنهضر على واحد الجين راسه خصو يمشي والله شي غير هو عارف ولا غادي تكون عندك تغطيه صحيه مدى ثاني واخا يكون كبير في العمر واخا هاد التغطيه الصحيه اللي تنشوفوا دابا انتم واجده دابا تنهضروا على 2022 تنشوفوا هاد الخدمات كامله راه ماشي جابت جدوي هاد اللحظه يعني راه دازت بمراحل اللي تنهضر على 2005 2006 اشنو اللي كان؟ كان شي واحد نعس في السبيطار ولا شي واحد بان شي عمليه هادشي ديال التدويزه شريت الدواء تحاليل راه هادشي اللي تنخدم دخل في 2010 تنقول لي حنا لومبيراتوار 2010 فاش 2015 دخلوا التعويضات على الاسنان الاسنان ما كانوش التعويضات على الاسنان دخلوا في 2015 يعني كما تنشوفوا كاين واحد التدريج في الحمايه في التغطيه الصحيه اولا الهدف من هذا اللقاء هو لقاء تواصل تحسيسي باش نوعيو الناس المقاولين الذاتيين على اساس هذا التغطيه الصحيه المشروع الجديد وباش نواكبوا المشروع الجديد ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله اللي جاب هذا المشروع ديال التغطيه الصحيه وحاولنا اننا نتواصلوا مع الناس باش نشرحوا لهم الدور ديال التغطيه الصحيه والاهميه ديالها في الحياه ديالهم وبالنسبه للافراد ديال العائله ديالهم ونشرحوا لهم الطرق ديال الاستفاده وكيفاش انهم يسجلوا الابناء ديالهم وذوي الحقوق ديالهم باش يستفدوا من هذه الخدمات ديال التغطيه الصحيه الاجباريه. ولكن هو غيستافد واش كاين شي طريقه باش يستافد انا فتحتوا لي الامر باش يستافد واش هي الطرق غادي ديالو واش باقي عنده 25 بوان واش غادي ديال السلام عليكم كنشكركم اخي على الاستضافه هذا اللقاء كنشكروا الناس اللي ساهموا هنا كتبوا هنا قرب على احياء هذا اليوم التواصلي والهدف من خلاله هو الشرح لهذه الفئه العزيزه على ديال المقاول الذاتي شكون هي التغطيه الصحيه الاجباريه والحمايه الاجتماعيه اللي هم مقبلين عليها ان شاء الله واللي كنعتبروها ورش جد وطني مهم نادى به صاحب الجلاله والهدف ديالنا هو الدعايه باش كل شيء يعرف الحقوق ديالو كل شيء يعرف الواجبات ديالو وكل شيء يكون ان شاء الله مستفد وتكون عنده حمايه اجتماعيه في المستوى الرفيع اذ ليس هناك فرق لا بين عامل خدام في شركه ولا عامل خدام مثلا في قطاع حر لان كاين عمال الاجراء وكاين عمال غير الاجراء اذا العمال الاجراء حتى هما الهدف ديالنا نشرحوا لهم شكون هما الخدمات اللي كتقدمها الضمان الاجتماعي نشرحوا لهم باللي كاين مكاتب القرب نشرحوا لهم باللي كاين الوكالات كلها اذان صاغيه قصد استضافات المحتويات ديال الملفات ديالو وقصد الاستفاده من التغطيه الصحيه الاجباريه وكذلك الحمايه والتغطيه الصحيه الاجباريه على النسق التدريجي كيبدا من 2021 حتى 2025 ان شاء الله هذا التدبير ديال التغطيه والحمايه الاجتماعيه. هاد التغطية الصحية اللي تنشوفوا دابا انتم واجدة لما تنهضروا على 2022 تنشوفوا هاد الخدمات كاملة راه ماشي جدوية هاد اللحظة يعني راه دازت بمراحل اللي تنهضروا على 2005 2006 اشنو اللي كان؟ كان شي واحد نعس في السبيطار ولا شي واحد بان شي عملية هادشي ديال التدويزة شريت الدواء التحاليل راه هادشي اللي تنخدم دخل في 2010 تنقول لي حنا لومبيراتوار 2010 فاش 2015 دخلوا التعويضات على الاسنان يعني كما تنشوفوا كاين واحد التدريج في الحمايه في التغطيه الصحيه وبالنسبه كما شفنا دابا هذه الجمله اللي تنشوفوا هنايا كاين الزوجه ديالي وكاين
الاطفال في حالات الوفاة لا قدر الله ديال هذاك المستفيد، اذا ما كانش التقاعد عند السيده تيبقى عندها الحق في الاستفاده من التغطيه الصحيه لمده ديال عامين من وراء الوفاه ديال المؤلمات، ياك. وفي حاله الطلاق تيبقى عند المطلق لمده ديال سنه. وبالنسبه للاطفال، الاطفال تيبقاو يستافدوا حتى 26 سنه اذا كانوا تيقراو وسيدي بارطال. الدري باقي ما مزوجش وباقي تيقرا، ولا البنت غادي تبقى تستافد من التغطيه الصحيه مع الاب ديالها حتى لمده ديال 26 سنه. حالة إلا خرجت من القراية ولا خرجت الدري من القراية عنده الحق يستافد حتى ل 21 سنة. اتحاد المقاولين الذاتيين الشباب في مدينة بكرا اليوم ضمن واحد اللقاء تحسيسي مع المقاولين الذاتيين الشباب من أجل تعريف مشروع التغطية الصحية يعني بشراكة مع وكالة الضمان الاجتماعي بكرا بمدينة بكرا، واللي كان الأساس ديالو هو التعريف وتحسيس بأهمية التغطية الصحية للمقاولين الذاتيين الشباب في إطار يعني المشروع الملكي الورش الملكي الكبير اللي كيهتم بالرعاية الاجتماعية لجميع الفئات المجتمع ان شاء الله من هنا يعني في الافق باربع سنوات. وشكرا، نشكركم كصحافه على يعني التواجد تاعكم معنا اليوم في هذا اللقاء كيشكل دعم يعني النشاط الانشطه اللي كنقوموا بها. شكرا لكم. يشاور المشاهدات تاعنا يعني مكشوف على قيمه اكتساب خلال السنه. وبالنسبه للمبلغ المعاش إجمالي عدد النقاط المكتسبة مطلوبا في قيمة النقطة عند التصوير. ونتمنى إن شاء الله نشوفوا الناس خارجين تقاعد بعد عمر طويل في إطار التغطية الصحية وفي إطار مشروع الحماية الاجتماعية بالنسبة للعمال بين الوزراء. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.